تحتك هاي القائمة new file new template. نضيف المكونات اللي عندنا. ميثان بعد CO2 CO H2O عندك O2 عندك N2 عندك مع التبريد اللي هو R134A نفرح الفلويد باكج هذي فينغرونس بدنا نشتغل عليها. اوكي صارت خضرة هنا هذي يعني اوكي. بس ندخل للسيميليشن ندخل للسيميليشن هسه حاليا نباوع فرشل تشينج كومبرسور اسم مالته هي ريفرجرانت كومبرسور. اوكي هذا بالنسبة للنيب يدخل واحد يخرج من اثنين الانرجي الداخل الى ثلاثة زين. بعد عندي باراميتر الكفاءة البولوترافيك هسه هنا بدنا نشتغل بيها 75. عندك ال روح للورك شيت الورك شيت نجي للبريشر والضغط اللي داعي ندخل يشتغل بها هذا المنظومة مال التبريد يدخل البريشر 2 بار يخرج 14 بار. طبعا هذه مو من كيفنا هذه وفق قياسات وحسابات انا اجريتها وشفتها. عندك الماس فلوريت مال مع التبريد اللي احنا عندي 35 كيلو جرام بير سكند زين. هسه اروح للكومبوزيشن شنو الماع اللي يدور هذا الكمبريسر هو دا يدور الغاز مال التبريد فبالتالي هذا غاز التبريد اعطي واحد نورمالايز اوكي. ارجع للكونديشن عندي temperature اللي داخل بيها يدخل درجة حرارة ما أدري يدخل درجة حرارة 10 بالتالي تحولت خضراء دلالة انه دخل 10 ب 20 ضغط 2 داخل خارج 14 كمية الماس فلوريت هي 35 زين. نجي طبعا للفيو ديت وفق التمبرتشر راح يصير تغير اللون وفق التمبرتشر كله اوكي. انا طبعا ما تغير لانها كمية الفروقات مو كلش عالية طبعا لذلك ما تغيرت درجات الحرارة هواية. بس بعدين تبين احنا عندنا بالتورباين تبين بالتورباين. نجي هسه بعد اني هسه خرج من الكمبرسر يدخل لازم لل كولر هذا هيتر هذا كولر. نجي للكولر شنو يدخل بي كولر الكولر يدخل اثنين اوكي خرج اثنين عندنا ثلاثة داخل هذا خرج اربعة والانرجي عندي هي الكيو اوت حرارة اللي مطروحة للخارج الحرارة المطروحة للخارج باراميتر الورك شيت. هسه خلينا نشوف الورك شيت ايش قد يطلع عندي. البريشر قلنا 14 لازم هنا أنا ينخفض عندي ينخفض في مقدار معين لان هو يجرب انابيب وبالتالي يصير انا عندي خسائر فيطلع تقريبا بحدود 13 3 بار
زين. بعد شنو عندي؟ temperature أنا راح يخرج عندي تقريبا مقدار 30 سنتيغريد. بالتالي هذا دخل للكوندنسر. الكوندنسر هي الرادياتر اللي تطرح الحرارة. القطعة الخارجية تمثل لي اهل بالسبلت، بس طبعا هنا أنا حجومها اكبر لان كمية الماء، شوفوا انا اللي عندي 35 كيلو جرام بير سكند، فهي كمية كبيرة بضغط عالي جدا اللي هو 14 بار. هنا دخل ب 14 بار صار عندي لوسز من خلال الانابيب مالت الكوندنسر، نزل بمقدار 13.3، يعني نزل في شيء غالي، صارت خضراء يعني الشغل صح. هسه نجي نباع الشغل، هذه هنا هذا الكمبرسر يدخل الكوندنسر يطرح حرارة. طبعا التسمية مالته هنا المفروض كوندنسر اوكي. هسه نجي نروح للفالف، هنا الفالف اللي يعني هذا الفالف اللي عندي نيم اكسبانشن فالف. اكسبانشن فالف الالت مالته راح يكون 4 يدخل 4، الاوتلت مالته 5. باراميتر اللي عندي ورك شيت البريشر اكيد راح ينخفض بالاكسبانشن فالف، راح يصير عندي تقريبا محدود 2.5 بار. بالتالي هو اخذ باقي الداتا، هو اللي استخرجها، يعني انا قلت له 13 نزليها 2.5 بار ضغط الخارج، يعني هو شغلة الاكسبانشن فالف يقلل الضغط حتى تنخفض درجة حرارة الماء اللي عندي اللي هو سائل التبريد، فنزل إلى حدود ناقص 4.18 مع التبريد قبل ما يدخل للهيت اكسشينجر على مود يسحب لنا الحرارة من الهواء ويرجع مرة الثانية يتبخر يتحول إلى غاز. هسه هنا نتحول هو إلى سائل، تحول إلى سائل. هذا السائل يريد يتبخر، ياخذ الحراره منين؟ من الهيت اكسشينجر اللي يمر به الهواء الانتيك، فبالتالي يرجع يتبخر مره ثانيه. نجي اصور هنا نتوقف حتى اقدر اكمل بالجزء الثاني لان ما يتحمل فيديو حجمه يكون كبير. دقائق واعاود.